وانطلقت الآن جياد وأفراس الإنتاج السعودي عمر 3 سنوات فأكثر في شوطها المفتوح الدرجات الشوط السابع على كأس جامعة الملك خالد. ومسافة هذا الشوط 2400 متر، قيمة الجائزة 80,000 ريال. والصدارة لبعون الله في المركز الأول، بعون الله الآن يتقدم بالإضافة إلى تقدم عبطة وفضل من الله، وبعون الله متصدر الآن في المركز الثاني فضل من الله، واقتراب أيضا لبقية الجهات في هذا الشوط. وشاهد أيضا محاولات من الرغوب في المركز الثالث خلف فضل من الله أو بجانب فضل من الله، بالإضافة إلى محاولات بقية الجهات. وشاهد أيضا عبطة من الداخل وأيضا محاولات مرهي في هذا الشوط. والصدارة لبعون الله في المركز الأول بقيادة الخيال فهد العويس متصدر الآن، وفضل من الله في المركز الثاني وبجانبه رغوب، وأيضا محاولات من شرهم من الخارج وأيضا لسهاج من الخارج أيضا يتابع، بالإضافة إلى تقدم عبطة من الداخل. وأيضا لاحظ تقدم الماهود الذي حاول أن يتقدم من الداخل، بالإضافة إلى صدارة بعون الله في المركز الأول فضل من الله في المركز الثاني وعبطة في المركز الثالث الآن، وتقترب عبطة من فضل من الله، بالإضافة إلى محاولات سهاج من الخارج. والصدارة لبعون الله فضل من الله في المركز الثاني، وشبل شلقان متأخر ويتابع أيضا. شاهد خيالة بدأ يستحث الآن للتقدم من الخارج، شبل شلقان المرشح الأول في الشوط السابع على كأس جامعة الملك خالد. والصدارة لفضل من الله الآن، فضل من الله متصدر يتصدر الآن السباق، وبجانب منافسة قوية من بعون الله من الداخل، ومتابعة أيضا من بقية الجهات في هذا الشوط. فضل من الله ومرهي أيضا يتقدم في هذا الشوط، فضل من الله يتصدر ومرهي، بالإضافة إلى تقدم أيضا بقية الجهات في هذا الشوط، وتنافس حامي أيضا. ولحظات كما تشاهدون وتقدم مرهي الآن لصدارة هذا الشوط، بالإضافة إلى المهود من الداخل، ومرهي يتقدم وكأس جامعة الملك خالد إذن للجواد مرهي لفنجان أبو سلطان الشيباني. ألف مبروك.